السلام عليكم، وياكم دكتور ياسر الكويجري. طبعا مع تطور العلم الحديث صار استخدام جهاز المايكروسكوب من شركه زوماكس ضروري جدا. السبب انه انت افضل ما تشوف بالعين المجرده تشوف بجهاز المايكروسكوب 24x. هذا النقطه راح تفيدك وتفيد المريض انه انت راح تنطيك دقه عاليه بالعمل، بالاضافه وراح ينطيك وقت اكثر. فعليه استخدام المايكروسكوب صار ضروري وينطي نتائج مذهله على مدى بعيد. السبب انه انت مثلا اذا اشتغلت حشوه جذر او اشتغلت ابتسامه يوفر لك دقه عاليه ووضوح اعلى واضاءه اعلى. واشكر مكتب الشرع على تعاملهم الراقي وخدمه صيانتهم فيما بعد البيع.